عدد ثلاثة بالعداد الصيني، أروح أضرب ثلاثة ضرب سبعين، ثلاثة ضرب سبعين كم؟ 210 صح؟ بعدين ثلاثة ضرب خمسة يطلع 15، الجواب كم صار؟ 225. يلا مسألة ثانية، ثلاثة ضرب ستين 18 يعني 180، ثلاثة ضرب ثمانية يطلع 24، أحط أربعة وأضيف 20، ما عندي 20، أنزل 10، أنزل 100 وأضيف، أقول أضيف 100 وأشيل كم؟ وأشيل 80، الجواب كم صار؟ 204. الجواب كم؟ 204.